يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن من خارج هذه البلاد، يقول ولنا بيوت تضرر، يقول نحن من خارج هذه البلاد ولنا بيوت تضررت من السيول في خارج هذا البلد، فنزلت لجنة لحصر الأضرار وصرفوا تعويضات أكثر من الضرر الذي أصابنا. سؤاله هل يجوز لنا أخذ هذا الزائد؟ نعم، ما دام ولي الأمر قد بذله لكم فخذوه. نعم.